أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه وجعل أيديتنا رضاه وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا جميعا ومن علينا بالتوفيق لأن يكون همنا رضا إمام زماننا روحنا فداه، فهو رضا الله تعالى. مقتضى وقت البيوت من أبوابها أن تكون العلاقة دائمة بالسبب المتصل بين الأرض والسماء. هذه العلاقة ينبغي أن تؤسس على أساس ثقافة شعبان وليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان ليلة عبادة متواصلة حتى الفجر. موقع هذه الليلة من نظام العبادات في الإسلام موقع طليعي. عندما ندقق في الروايات نجد أن الوصف المعصوم الذي أطلق على ليلة النصف من شعبان هو هذه العبارة: تلي ليلة القدر في الفضل. أنها تأتي ليلة نصف من شعبان في درجة تالية لليلة القدر في الفضل. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى آخر الخصوصيات، ليلة نزول القرآن الكريم. إذن كيف يمكننا أن نفهم موقع ليلة النصف من شعبان؟ كيف يمكننا أن نترجم هذه العبارة إلى أمور عملية؟ إذا أردنا أن نفهم ما يمكن أن تدرك العقول كنهه من عظمة ليلة النصف من شعبان، فيجب أن نرجع إلى المعصومين الذين أظهرهم الله على غيبه لنرى كيف حدثونا عن ليلة النصف من شعبان. لكن قبل أن أذكر الروايات سأذكر مقدمات ستة مقدمات يتوقف عليها فهم موقع ليلة النصف من شعبان من نظام العبادات في الإسلام ومنظومته الفكرية والثقافية والبرامج العبادية الموجودة في هذا النظام. المقدمة الأولى أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة الثانية في تحقيق رضا الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى. ليلة القدر هي الليلة الأولى في تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى.
يظهر عظيم فضل ليلة القدر في يوم القيامة. يوم القيامة سيتضح أن الذين حصلوا على رضا الله عز وجل وكانوا من أهل الفوز إنما حصلوا على ذلك من خلال ليلة القدر، من خلال الإيمان بما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر والعمل بالقرآن وإلى آخر الخصوصيات. في ذلك اليوم، في يوم انكشاف الحقائق، سيتبين أن أكثر الذين أو كل الذين وصلوا إلى رضا الله عز وجل وحققوا هذه المنزلة وكانوا قد استفادوا من ليلة القدر بدرجة أولى، هؤلاء جميعا استفادوا من ليلة نصف من شعبان بدرجة ثانية. إذا من معاني أن ليلة النصف من شعبان تلي ليلة القدر في الفضل، يعني غدا عند انكشاف الحقائق ورفع الغطاء سيتبين في يوم القيامة أن الشعبانيين، جماعة أهل شعبان، جماعة شعبان، جماعة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان وثقافتها والالتزام بالأمور العبادية المتفرعة عليها، هؤلاء إنما وصلوا إلى هذا المقام بدرجة أولى بسبب ليلة القدر، توفيق لليلة القدر، ودرجة ثانية بالتوفيق لليلة النصف من شعبان. المقدمة الثانية، ليلة النصف من شعبان هي الليلة الثانية التي يتحقق ببركاتها الهدف من الخلق. ما هو الهدف من الخلق؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الليلة الأولى التي يتحقق ببركاتها الهدف من الخلق ليلة القدر، الليلة الثانية ليلة النصف من شعبان. إذن موقعها من نظام العبادات هو هذا الموقع الطليعي. المقدمة الثالثة، ليلة النصف من شعبان هي الليلة الثانية بعد ليلة القدر التي تحقق بها أو تحققت بها جدوى مشروع الخلق، يعني قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق خلق هذا الخلق لأنه علم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت سيكونون من الناس إذا نفذ مشروع الخلق. إذا معنى لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت آدم. طيب، لولا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانت ليلة القدر. ومعنى لولاك يعني لولا أنك ستبعث وسينزل عليك القرآن في ليلة القدر، يعني لولا ليلة القدر من نتيجة المرتبطة بك ما خلقت الأفلاك. المرتبة الثانية، لولا ليلة النصف من شعبان. الآن رح يجينا ليش، لأنه ليلة القدر ليلة نزول القرآن، وليلة النصف من شعبان هي بالمقدمة التالي ليلة حاكمية القرآن، ليلة حمل راية القرآن الكريم إلى جميع أرجاء المعمورة. فإذا لولا كما خلقت الأفلاك مرتبط بلولا ليلة القدر لما كان الوجود، لأن ليلة القدر ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل فيها القرآن، وببركته صلى الله عليه وآله وسلم كان أهل البيت عليهم السلام، وجاءت ليلة النصف من شعبان في هذا الأساس من تخطيط المشروع الإلهي. في حديث أن جبرائيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله في ليلة النصف من شعبان:
يا محمد صلى الله عليه وآله، من صلى فيها 100 ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 100 مرة وقل هو الله أحد 10 مرات، فإذا فرغ من الصلاة قرأ آية الكرسي 10 مرات وفاتحة الكتاب 10 وسبح الله 100 مرة غفر الله له 100 كبيرة موبقة موجبة للنار، وأعطي بكل سورة وتسبيحة قصرا في الجنة، وشفعه الله في 100 من أهل بيته، وشركه في ثواب الشهداء، وأعطاه ما يعطي صائمي هذا الشهر وقائمي هذه الليلة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إلى أن حان مولد الإمام سلام الله عليه، هنا يأتي الحديث عن المقدمة الرابعة، ليلة القدر ما أشرت إليه، ليلة نزول القرآن، وليلة النصف من شعبان ليلة حاكمية القرآن في 4 رياح الأرض. كيف نزل القرآن الكريم؟ بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حمله أهل البيت عليهم السلام معصوما بعد معصوم، إلى أن جاء مولد الإمام المهدي أرواحنا فداه في ليلة النصف من شعبان بحق ليلتنا هذه ومولودها في مثل هذه الليلة. الإمام عليه السلام هو حامل راية القرآن الكريم والتوحيد الذي سيملأ الله عز وجل به الأرض قسطا وعدلا، وسيثبت على يديه حاكمية القرآن في الأرض. إذن هذا موقع ليلة النصف من شعبان، هذا الموقع الطليعي والفريد والمهم، وهذا من معاني أنها تلي ليلة القدر في الفضل. أيضا من معاني أنها تلي ليلة القدر في الفضل المقدم الخامس، ليلة القدر ليلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليلة النصف من شعبان ليلة أهل البيت عليهم السلام. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ليلة النصف من شعبان هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا. يعني كثير مهم انه واحدنا قبل ما يبدي باعماله هيك يعرف شو طبيعه هالليل وشو حقيقتها وخصوصياتها ليكون على بصيره. فاجتهدوا في القربه الى الله تعالى فيها، فانها ليله آل الله عز وجل على نفسه ان لا يرد سائلا فيها ما لم يسال الله معصيه. هل تفقه أيها القلب ما معنى آل الله؟ أقسم الله على نفسه، عاهد أن لا يرد سائلا ما لم يسأل بمعصية. وهل تفقه أيها القلب أن التوبة ينبغي أن تكون جادة وحقيقية ونصوحا؟ وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا عليه السلام، فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله. طيب، المقدمة السادسة التي من خلالها نفهم معنى أن ليلة النصف من شعبان تلي ليلة القدر في الفضل، المقدمة السادسة، ليلة القدر
قلبه نظام العبادات ومنظومته العقائدية والفكرية والثقافية على مستوى الخطة، على مستوى النظرية. ليلة القدر ما نزل فيها، وفي كل سنة تنزل أوامر من الله عز وجل إلى صاحب الأمر، أرواحنا فداه الذي ينفذ الأمر الإلهي. ليلة القدر هي قلب نظام العقيدة والعبادات مستوى النظري، يعني في ليلة القدر تحددت النظري. ليلة النصف من شعبان قلب نظام العبادات في المستوى العمل إجرائي، بمعنى أن هذا الموقع لليلة النصف من شعبان يستمر إلى يوم القيامة، وعلى أساس البرامج العبادية التي قلبها ومحورها ليلة النصف من شعبان تتحقق حاكمية القرآن في الأرض كلها. بعبارة أوضح، الدورة الثقافية الإلهية الأولى على مستوى العمر كله، لأنه معناها بالسنة مرة وهي الأساس، هي الأساس العمر كله، دورة رجب وشعبان وشهر رمضان. شعبان هو الوسط، هو القلب، وليلة النصف قلب القلب في هذه الدورة الإلهية العقائدية الفكرية الثقافية على مدى العمر كله. هذا موقع ليلة النصف من شعبان، وهذا من معاني أنها تلي ليلة القدر في الفضل. هكذا يمكننا أن نأتي إلى الروايات فنفهمها بشكل أفضل. روايات حول شو؟ حول ليلة النصف ويوم النصف، حول العمل فيهما، حول شعبان بالخصوص وعظمة شعبان وأهمية شعبان. رح يجي معنا بالأثناء مثلا أنه والله الروايات تتزين الجنان في كل خميس من شعبان، بيطلع لأنه مولد الإمام الحسين عليه السلام يوم الخميس كما يصرح الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. وكذلك يمكننا أن نفهم الروايات حول الموسم الإلهي كله، الأشهر الثلاثة، وحول العمر كله. طيب، إذا أردت أن آتي إلى نماذج من الروايات وكلمات العلماء، أول رواية أذكرها ما أورده الحر العاملي. الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة، وسائل الشيعة الكتاب الذي لا يستغني عنه فقيه يريد أن يستنبط. حر العاملي من مشغرة وألف جزئين أو ثلاث أجزاء من وسائل الشيعة بمشغرة، وبعدين سافر إلى مشهد. عنده كتاب آخر عظيم جدا ومجلدات في الحديث اسمه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، بالجزء الثالث صفحة 270 يقول: قال الرضا عليه السلام: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وكان علي عليه السلام يعجبه أن يفرغ نفسه 4 ليال من السنة، أول ليلة من رجب وليلة الفطر وليلة النحر وليلة النصف من شعبان. الحر العاملي أورد هالرواية. الشيخ المفيد، تتبعت كلمات الشيخ المفيد في مختلف كتبه، طبعا كلام طويل عنده لا يمكن إلا ذكر بعضه. في كتاب المقنعة في الفقه صفحة 227 يقول: وهذه الليلة من الليالي المشرفات المعظمات اللواتي جعلنا علامات لنزول الخيرات والبركات. وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن ينام فيها ليلة نصف من شعبان محيا لعبادة الله عز وجل بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن. ثم ذكر صلاة 4 ركعات من الصلوات في هذه الليلة. الصلاة التي ذكرها أن يقرأ 4 ركعات، في كل ركعة منها الحمد، عم بذكر نموذج ومش حاططها بالبرنامج الليلي،
لكن نموذج انه مثل الشيخ المفيد كيف بيحكي عن مسألة العبادة بليلة النصف من شعبان، في كل ركعة الحمد ومئة مرة سورة الإخلاص، فإذا فرغ منها هون الدعاء، أنا حبيت حط الرواية حتى نقرأ الدعاء ونشوف مضامين الحالة النفسية اللي بدنا نعيشها في ليلة النصف من شعبان، بعض المضامين. فإذا فرغ منها دعا فقال: اللهم إني إليك فقير وبك عائذ ومنك خائف وبك مستجير، ربي لا تبدل اسمي، ربي لا تغير جسمي، ربي لا تجهد بلائي، يعني ما يكون البلاء بلاء مجهد، أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ برحمتك من عذابك، وأعوذ بك من نقمتك ثناؤك، أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلين القائلون. ثم يقول الشيخ المفيد: ثم يدعو الإنسان بما أحب. هذا في كتاب المقنعة. في كتاب عنده الشيخ المفيد اسمه مسار الشيعة، يعني الموارد التي تدخل السرور، مواليد المعصومين عليهم السلام، مناسبات مثل ليلة النصف وما شابه. يقول: شهر شعبان هو شهر شريف عظيم البركات، وصيامه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله. في اليوم الثاني منه، بيقول الشيخ المفيد، اليوم الثاني من شعبان سنة 2 من الهجرة، نزل فرض صيام شهر رمضان، وفي اليوم الثالث منه، يعني أنت وجب الصوم، نزل فرض الصوم في اليوم الثاني من شهر شعبان، وفي اليوم الثالث ولد أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وهو يوم الخميس، وصيامه صيام الشهر كله فيه ثواب عظيم. يوم الخميس، نعم، نرجع للروايات، تتزين الجنان في كل خميس من شعبان، اهتموا باليوم الخميس، بس ما مذكور انه لأجل ولادة الإمام الحسين عليه السلام. نجي لكلام الشيخ المفيد نشوف السبب هذا. أصلا ليلة 15 ومولد الإمام سلام الله عليه مرتبط بمولد سيد الشهداء سلام الله عليه، هو أحد التسعة المعوض بهم سلام الله عليه الإمام الحسين من شهادته. طبعا أتش عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه، بحيث أنه الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء على عظمته المحمدي يلحق بأهل الكساء، هو بعض جزاء الله تعالى للإمام الحسين عليه السلام. ثم يقول الشيخ المفيد: وفي ليلة النصف منه سنة 54 و200 من الهجرة، كان مولد سيدنا أبي القاسم محمد بن الحسن صاحب الزمان عليه وعلى أبائه الطاهرين السلام. ثم يقول، يبدأ بالكلام عن العمل في هذه الليلة، ثم يبدأ يتحدث الشيخ المفيد، وسأذكر كلاما في هذا المجال أيضا للشيخ الطوسي، عن الروايات التي تؤكد جدا على زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه في ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف هي ليلة حامل راية الحسين سلام الله عليه، وزيارته في هذه الليلة زيارة عظيمة، إلى حد أنك تجد في بعض الروايات إذا واحد بزور الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء ليلة نصف من شعبان 3 سنوات متتاليات يصبح من أهل الجنة. من أعظم الأعمال في هذه الليلة، إذا بتلاحظوا أنه أهلنا في العراق كيف بيتعاطوا مع ليلة نصف من شعبان، زيارة الشعبانية هي أعظم زيارة، أكثر حضور بصير في زيارة الشعبانية، هذا بناء للروايات.